اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج دكتورز. النهارده موضوع الحلقه عن امراض الشتاء وجفاف الشعر والبشره وكمان الفم والاسنان. ومعانا دكتور عمرو قطب اللي هنبتدي معاه عن امراض فصل الشتاء وطريقه العلاج. الحقيقه في مشاكل كتير قوي يا دكتوره عايده موجوده عندنا في الشتاء، ابرزها يمكن الاكزيما الصدفيه، الإكزيما الدهنية، ومشاكل قشرة الشعر. الحقيقة كل المشاكل دي يمكن بتتفاقم أكتر في الشتاء أو بيبان أثرها أكتر في الشتاء. الحقيقة معظمهم أمراض مزمنة زي الصدفية والإكزيما الدهنية، لكن أكتر وقت فعلا بيعاني منها المريض بيكون الشتاء، بسبب ان الشتاء هو الوقت اللي بيكون فيه جفاف وبيزيد فيه قوي 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 الاثر بتاع الامراض دي. والحقيقه العلاجات بتاعتنا تبقى متركزه حوالين ان احنا نحاول نمسك المرض ده ونقلل من اعراض التفاقم بتاعته ونقلل من المشاكل الشديده قوي الجفاف اللي بتظهر معايا في الشتاء، بالذات يمكن الاكزيما الدهنيه والاكزيما العاديه في بقيه الجسم بسبب الجفاف وكمان الصدفيه. أنا شخصياً واحدة من الناس اللي بتعاني في فصل الشتاء وعلى طول بتحرك بالبيت بالدفايات، وأكتر حاجة بصراحة بتضايقني موضوع الأطراف، الصوابع في الإيد وفي الرجل، بحس دايماً إن الدورة الدموية مش بتوصلها تمام، وأعتقد في ناس برضو كتير بتعاني من الموضوع ده. ياريت تكلمنا عن المشكلة دي وطريقة العلاج. دكتورة عايدة بتوضح لنا مشكلة أو مرض مشهور قوي اسمه رينودز فينومينا أو متلازمة رينودز. المتلازمة دي يمكن هي أكتر بتحصل في الستات عن الرجالة. إيه المشكلة دي بالظبط أو إيه الأثر بتاعها؟ دي عبارة عن مشكلة إن بيحصل انقباض في الأوعية الدموية الطرفية اللي بتمثل أطراف الإيد وأطراف الرجل. الحقيقة لما بتنقبض الأوعية دي بيحصل ألم شديد قوي في الأطراف، مع ممكن اللون يقلب أزرق وتلاقي أطراف الإيد والرجل قالب أزرق وبيوجع ومؤلم جدا. الحقيقة متلازمة رينودز دي زي ما قلت تاني هي أكتر في السيدات عن الرجالة، ربنا يكون في عونهم. الحقيقة في بعض الحاجات اللي بنتكلم عليها، منها مثلا ما تلبسوش جزم ضيقة لو سمحتوا، ده فوق ديكو. وطبعا من اكتر الاخطاء اللي بنشوفها في متلازمة رينولدز ان الواحد بيجري على الدفاية يدفيها مرة واحدة، وده خطر جدا. دفي ايديكي واحدة واحدة لو عندك الزرقان ده، وطبعا بننصح بمقابلة الطبيب عشان نحسن الدورة الدموية الطرفية او ندي بعض الادوية اللي بتحسن شوية الدورة الدموية الطرفية، عشان كتير من الناس بتعاني من المتلازمة دي. ويمكن دي من أكتر أمراض الشتاء اللي الناس بتعاني منها، وبيكون أول نصيحة دايما لو سمحتي بلاش الجزم الضيقة، البسي جزم واسعة. لو سمحتي دفي إيديكي وأطراف إيديكي بالجوانتيات. لو سمحتي ما تجريش بسرعة وأنت إيديكي ساقعة وأطرافك بتوجعك، ترميها قدام الدفاية، ده خطر جدا. اللي هي مرة واحدة بتدفيها، لا دفيها جراديولي. وطبعا اسألي دكتورك واستشيري الطبيب بتاعك عشان تحسني الشكل بتاعها، أو ناخد بعض الأدوية اللي بتحسن الدورة الدموية الطرفية. يعني كده قصدك برضو ان الستات كمان بيعانوا في الشتاء اكتر من الرجالة، ربنا يكون في عون الستات. في قشرة الشعر، وكمان خلي بالك يعني ستات البيوت اللي برضو بيضطروا ان هم يعني يغسلوا الاطباق وفي المطبخ واعمال المنزلية بيعرضوا ايديهم طبعا للمية سخنة كتير، وساعات كتير بينسوا ان هم ينشفوها ودي بتعمل لهم مشاكل. هي كمان المشكلة ان مفروض ان احنا بنحتاج في فصل الشتاء بالذات ترطيب خارجي وترطيب داخلي باستخدام المرطبات زي ما دكتور عمرو قال، واستخدام كمان شرب الميه بغزاره. ولكن طبعا معظمنا ما بيشربش ميه كتير في فصل الشتاء علشان خاطر الجو بيكون برد اصلا، وساعات بنكسل وساعات بننسى، وده بيزود لنا موضوع الجفاف. طب انت عارف بقى كمان ان وجع الاسنان وحساسيه الاسنان والتهابات اللثه بتزيد اكتر في فصل الشتاء عن فصل الصيف؟ ودي حاجه معلومه انا كنت عايزه اضيفها، ان احنا لازم يعني نلتزم ببروتوكول غسيل الاسنان وتنظيفها والاهتمام بجلسات تنظيف الجير، وان احنا زياره الطبيب، وبرده ان احنا نشرب ميه كتير عشان التهابات اللثه وجفاف الحلق وجفاف اللسان، وعلشان نقدر ان احنا نتغلب على البرد في فصل الشتاء ونحافظ على صحه الفم والاسنان. وكمان الجفاف اللي بيجي في اطراف الفم اللي بيقلب معايا ساعات بغمقان، يمكن من ضمن الجفاف بتاع الشفه والتشقيق اللي بيحصل في الشفه مع الجفاف بتاعها، اطراف الفم اللي بتجف قوي وتغمق وتعمل لون غامق، بكون محتاج معاها الترطيب وكريمات التفتيح، واكون حريص قوي ان المكان ده بيكون ملتهب، والالتهاب ده هو اللي سبب لي غمقان اطراف الفم وغمقان الشفايف
بسبب الشتاء. يمكن من اكتر الحاجات الاكزيما الدهنيه او الصدفيه اللي قلناها في البدايه مع القشره الشديده قوي اللي بتحصل بالذات قشره الصدفيه اللي بتكون في مقدمه الراس ومؤخره الراس وجوه الودن كمان، ازاي بستعمل لها الجل او الشامبو المعين، ازاي باخد بالي قوي قوي في فصل الشتاء ان مريض الصدفيه المرض المزمن او مريض الاكزيما او مريض الاكزيما الدهنيه دقنه اللي بتعمل بودره وقشره بيضاء وحواجبه وصدره حتى لو في شعر بيحصل فيه الالتهاب ده، ازاي انا متابع المريض بتاعي واخد بالي منه ان طبعا الحاله النفسيه في الامراض دي مهمه جدا. وللاسف الشديد لما بيزيد المرض او يتفاقم وما بيكونش فيه متابعه من الطبيب وما بيكونش فيه علاج او ان هو ياخد باله ان المشكله هنا زادت ويعالجه، للاسف الشديد بيزيد المرض، يزعل اكتر، يزيد المرض اكتر. دي من الامراض المهمه قوي بتاثر بالحاله النفسيه بالذات الصدفيه والاكزيما الدهنيه. الصدفيه زي ما قلنا القشره قشور فضيه الى بيضاء بتكون في مقدمه الراس في الاذن في بعض الاماكن. الاكزيما الدهنيه بتكون قشور صفراء لازيه كده ودهنيه خالص موجوده برده في مقدمه الراس وجوه الاذن وفي الدقن وعلى جناب الانف وفي الصدر عند كتير قوي من الرجاله. يمكن دي بقى من بعض امراض الرجاله الاكزيما الدهنيه بتظهر اكتر من الستات. دكتورة عايدة كانت حاسة ان هم مظلومين قوي في موضوع متلازمة رينولدز والاطراف اللي بيحصل فيها انقباض الاوعية الدموية والالم. الحقيقة بقولك ان الرجالة في الاكزيما الدهنية بيكونوا مظلومين جدا وبيكون الشكل وحش قوي وبيضايقوا جدا جدا بذات القشرة اللي بتكون موجودة في دقنه وفي وشه وعلى كتاف البدلة وقد ايه بتكون محرجة وبتكون بتضايق. يهمنا نقول حاجة مهمة قوي بالنسبة للاسنان، ناخد بالنا من اسناننا بالظبط، ناخد بالنا زي ما قلت من غسيل الاسنان والاهتمام بيها وصحه اللثه واستخدام المضمضه بانتظام، واني لازم اعمل جلسات التنظيف ولازم شرب الميه يا جماعه، ترطيب داخلي وترطيب خارجي. وقرح الفم يا دكتوره هل ليها اي دور في الشتاء؟ هل بتزيد قرح الفم والهربس بالذات دي انا بحب اتكي عليها قوي؟ هي ليها طبعا علاقه، اكيد ممكن تزيد شويه في فصل الشتاء، بس الحقيقه ان موضوع قرح الفم وموضوع الهربس اللي بيجي حوالين الفم والشفايف ليه علاقه اكتر بالستريس. الستريس القلق قبل امتحانات، قبل مثلا لو حد اتعرض لظروف نفسيه صعبه او حد كان قلقان من فتره بيواجه مشاكل، دي بتزود عنده الموضوع ده. يمكن عشان كمان الشتاء هو وقت العيا ووقت المشاكل البرد وادوار البرد اللي بتجيلنا، فبيظهر الهربس اللي هو الحراره اللي هو عباره عن فقافيه الميه اللي بتكون في جنب الفم وبتكون مؤلمه جدا. قرح الفم اللي بتظهر نتيجه الاستريس والضغط العصبي في الشتاء، البرد الجامد قوي ده بيكون ضغط عصبي على الجسم تظهر فيها. يهمنا هنا نوضح النصيحه الاخرانيه زي ما الدكتور عايده قال، بالنسبه للاسنان ناخد بالنا والماوث ووش وغسيل الاسنان، وبالنسبه للجلديه الدكتور بتاعي يكون متابع معايا الترطيب، بعض الشامبوهات او الكريمات اللي بتعالج القشره او بتحسن شكل القشره نكون مهتمين قوي ان احنا ناخد بالنا ان فصل الشتاء اول ما يبدا الحاجات دي بتزيد. والحقيقه ليه بندي وقايه؟ عشان زي ما قلت تاني هي بتحب الشتاء، بتزيد الاكتئاب، يزيد الزعل بتاعك من منظرك، يزيد المرض نفسه، يزيد ونخش في دايره مغلقه، المرض يزيد، انت تتضايق، الحاله النفسيه والمرض يزيد. محتاجين نقص الدايره دي بان احنا ناخد بالنا ونستخدمه. اتمنى تكون انا ودكتوره عايده قدمنا لكم فقره سهله وضحنا فيها اهم امراض الشتاء. فاصل ونرجع معاكم فقراتنا في برنامج دكتورز.